قبل كده بدي نتفك بسطوسه بدي نتفك. طب صلي ساعه ناطره طيبين احكي لحالي كمان صايره. هاي انجو حياتي شو في انجو؟ سوري حبيبي حياتي سوري تاخرت عليكي بعرف انه كنت بدي بعدلك يعني بس رايحوا 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 شو بها السياره؟ ما بها شيء ما بها شيء؟ لا يا عمي دفشوا لك ايه؟ هول الشباب بيشتغلوا معي هول دفيشه دفيشه؟ شو يعني دفيشه؟ ما الشباب هول بيشتغلوا مستاجرهم انا يعني اكتشفت انه حسابيا طلع العمليه اوفر لي اوفر لك؟ كيف يعني؟ الشاب منهم بكلفني بالشهر 250 دولار يعني ثلاث شباب 750 دولار بالشهر. ايه فحسبتها انا اذا بدي اعبي بنزين للسياره حسابيا البنزين بده يكلفني اكثر من الشباب. فاستاجرت الشباب وهيك بوفر بنزين وهن بدفشوا. برافو عليك. شو رايك؟ فكره حلوه. لذيذ منيح. اوفر بكثير من البنزين. انه ايه؟ طيب يلا بدك نطلع ننزل وين على بالك نروح؟ جميزة جميزة شباب جميزة على جميزة عندنا شوية طلوع ها بدنا نشد حالنا شوي ايه فبدنا نسكع انت يا بدك تشد حالك شوي يلا لنشوف عم فكر افتح شركة دفيشة شباب بدنا نشد حالنا شوي هلا رح بتريحوا بالنزلة بس في عنا طلوع بعدين ها يعطيكم العافية ايه بتطعميهم وبتشربهم وهيك كل شيء على حسابي بضل اوفر من البنزين ايه اكيد يلعن اختي البنزين شو صار غالي والله سريعين ايه يلا شباب